مبروك النادي الاهلي على الفوز وعلى النتيجه وعلى الاداء، وهارد لك لنادي الترجي. نتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي ربنا يوفقه في المباراه النهائيه ان شاء الله ويحصد البطوله. كابتن ايمن، مباراه صعبه قبل ما تتلعب، هي مباراه صعبه تحكيميا. النادي الاهلي عنده الدوافع ونادي الترجي ايضا كان عنده الدوافع، بصرف النظر عن الدقيقه 30 اللي هي يعني غيرت مجرى المباراه وسهلت مهمه التحكيم، ولكن نتكلم كتحكيم هي كانت مباراه صعبه على طاقم التحكيم بالكامل، سواء كان في ميدان اللعب او كان في غرفه الفقرة. نروح لطاقم التحكيم، كان عندنا الحكم الكاميروني اللي هو اليوم، وكان المساعد رقم واحد الفيز، وكان عندنا المحكمه اللي هي كارين، كانت اللي هي المساعد رقم اثنين، ويمكن دي هنقف عندها كابتن علاء شويه وهنتكلم عليها شويه في التحليل. الحكم الرابع كان اريك اوتوجو من الجابون، حكم كبير، وكان موجود حكم رابع قدر ان هو يسيطر على المنطقه الفنيه من خلال خبراته التحكيميه. نروح بقى للفار، ودي يعني قصه كبيره جدا جدا. الحكم المتميز دايما هو رضوان جعيد. على فكره هو كمان كان معاه طاقم تحكيم كامل بالمغرب، كابتن ايمن كان معاه الاحسن وكان معاه مصطفى ارقاقاد، اللي هم كلهم كان طاقم تحكيم الفار كان من المغرب، وهنبرضك هنروح للفار وهنوقف عنده شويه. انا رصدت ثلاث حالات يا كابتن علاء، وفعلا هم ثلاث حالات فعلا يستحقوا ان احنا نتكلم فيهم، لان كان هناك جدل عند البعض صح في دقيقه 30، هو مش فاهم القانون، مش فاهم امتى لما نحسب ركله جزاء امتى نطرد وامتى نشهر البطاقه الصفراء، ولكن احنا بنتكلم من خلال قرارات النادي الاهلي كابتن ايمن، من خلال الدليل والبرهان وقانون كره القدم. يمكن انا جايب الفقره من القانون الماده 12 الخاصه بمنع هدف او فرصه محققه لتسجيل الهدف. نتكلم عن نقطه مهمه، ليه البعض قال ركله جزاء تحتسب فقط بدون اشاره الحمر. تعال نتكلم في القانون يا كابتن ايمن. أيوة. واحده واحده عشان نقول للناس ان احنا من هنا بنقول لكم هو ده التحكيم من خلال قانون كره القدم. عندنا في الاول هنا يعني ايه منع هدف او فرصه واضحه لتسجيل هدف، نتكلم في العنصر اللي هو اللي موجود يا كابتن، حينما يقوم اللاعب بارتكاب مخالفه ضد اللاعب المنافس ضمن نطاق منطقة جزائه، اللي هو الياس شتي المدافع مع محمد طاهر في منطقة الجزاء، مع منعه من فرصة واضحة لتسجيل هدف يقوم الحكم باحتساب ركلة جزاء، ينظر اللاعب المخالف إذا كانت المخالفة محاولة لعب الكرة. دي نقطة مهمة جدا. أيوه. محاولة لعب الكرة، يعني لو في محاولة لعب الكرة هنا اللاعب هنا إيه؟ مظبوط، ينظر. ينظر. طيب، في جميع الظروف الأخرى مثل المسك، السحب، الدفع، لا إمكانية هنا للعب الكرة. يعني لما يجي لاعب مدافع بيسحب أو بيشد أو بيدفع ما عندوش إمكانية لعب الكرة. لعب الكرة يعني أنا بتنافس بحاول ألعب بالقدم وليس بأن أنا أسحب بالإيد كابتن علاء، وهنا بنقول إيه؟ يتم طرد اللاعب المخطئ. هي دي نفس الحالة اللي إحنا شفناها من إلياس المدافع مع صح طاهر محمد طاهر. نص صريح جدا. أي.